مساء الخير، اهلا بحضراتكم. يوم جديد في بيت السفير عزيزه، ويا رب يكون فقراتنا النهارده تعجب حضراتكم. عندنا تنوع ما بين التقرير والمواضيع الاجتماعيه، وعندنا كمان ورايا مفاجاه هتشوفوها في الاستوديو، بس نوها اللي هتقول لكم عليها. مساء الفل يا نوها. مساء الخير عليك يا شيري، مساء النور ومساء السعاده والتفاؤل اللي يا رب دايما يكون كده مالي قلوبنا كلنا. ويا رب حلقتنا النهارده تكون حلقه لطيفه وظريفه وخفيفه على حضراتكم، وكمان مفيده لكل اللي بيتابعونا. طبعا زي ما شيري قالت لكم وزي ما حضراتكم شايفين، الاستوديو النهارده مختلف لانه مليان مليان معروضات باشكال حقيقه جميله جدا ومبهجه جدا. يعني انا عملت شويه شوبينج كده قبل الهوا من ورايا. شفتي بقى ما انت كنت لسه بقى عماله بجهز حلوه وحاجات كده. ايوه بحاول. لا قمر يا شيري، مهم ان شاء الله كده ايه ان النهارده هيكون معانا فقره الحقيقه مميزه جدا، هنستعرض فيها المنتجات دي كلها، هنشوف مين اللي بيعملها. انا عارفه ان هم طبعا سيدات الحقيقه مكافحات بمساعده وزاره التضامن الاجتماعي، وكمان برعايه حياه كريمه. هنعرف منهم اكتر عن شغلهم، عن معروضاتهم، واللي قدروا ان هم يعملوه تحت مظله مشروع الاسر المنتجه، ونعمل شوبينج انا وشيري ان شاء الله. وعلى فكره يعني دي مش جديده ولا غريبه، الستات المصريات في شغل الايد والحاجات دي شاطرين جدا، وكنا دايما بنشوف معارض او تروحي في مكان زمان بقى كمان من ايام جدتنا يمكن وامهاتنا اللي كانوا بيحبوا يشتغلوا حاجات بالابره، تلاقي تابلوهات والكروشيه والحاجات اللطيفه الظريفه دي اللي للاسف بيعملوها بايد انقرضت. هو ده، وفي ناس بتعمل شغل حلو قوي صحيح، بس مش لاقيه منفذ ان هي تعرض حاجتها او نفسها تسوق ويبقى مصدر دخل وشغل، وده حاجه مشروعه. فمن هنا بقى بيجي دور وزارة التضامن انها بتساعد كل واحدة عندها الموهبة دي ان تحول الحكاية من هواية لان يكون شغل وحاجة تقدر يبقى ليها اسمها وليها منتجها اللي الدنيا كلها بتشوفه. اعتقد كمان يا شيري مش بس بتساعدهم، بتعلمهم كمان، واللي عايز يتعلم صحيح بيكسبوا حرفة يقدروا يكسبوا منها ويبقى مصدر رزق ليهم ولأسرتهم. وفي الايام دي اللي في ايده بجد، يعني زمان كانوا بيقولوا الشهاده والوظيفه الحكوميه شهاده حرفة مهمه حرفة، بس اللي في ايده حرفه النهارده في ايده ذهب صحيح، لانه هو سيد نفسه وهو اللي بيتحكم في كل حاجه. والنهارده الايدي العامله دي يعني حاجه بصراحه، بالذات المدربه صح، دي يعني موهبه كبيره وكنز. طيب من الشغل الايد للشغل الشاغل اللي هيبقى في معظم البيوت المصريه، اللي يا رب ما يتحولش لخناقه من يوم الحد الجاي، لان خلاص الناس على فكره حطت جداول وقعدت تظبط هتعمل ايه في كاس العالم، هيتفرجوا فين، هيتابعوا ماتشات معينه فين، لان في حاجات بتبقى عايزه حماس طبعا وعايزه اللمه الحلوه بقى. وانت اكيد عندك ولدين وجوزك. البيت دلوقتي يا شيري تحول الى استوديو يعني تحليلي، استوديو تحليلي. ويعني عارفه كل واحد حجز الكرسي بتاعه، اللي هياخد الحته دي من الكنبه واللي هياخد الكرسي ده، وخلاص اشتركنا عشان نتفرج على كاس العالم. وحضرت المأكولات والمشروبات وحضرت كل حاجه طبعا طبعا، كأنه رمضان يعني. احنا هنقعد الشهر بتاع كاس العالم ده في حالة طوارئ في بيوت كتيرة بسبب الموضوع ده. ده حقيقي. خلي بالك كمان من نقطة مهمة جدا، ان كرة القدم دي بتالي اكتر رياضة الناس بتحبها في العالم صحيح. يعني اعتقد ان هي جماهيرية. الاكتر جماهيرية، وكمان في الوقت نفسه بلاقي ان الناس كتيرة جدا وستات كتيره جدا اصبحت النهارده بقى ليها كده ايه، يعني بقت بتحب الكوره وبقت بتفهم في الكوره وبقت بتحلل الكوره. ولما بقعد مع اولادي وهم بيتفرجوا على ماتشات الكوره كمان، خصوصا ماتشات الكوره العالميه، بلاقي ان النهارده اصبح في حكام ستات صح، واستضفنا اثنين منهم دوليين. أيوة كمان بالظبط كده، ومش بس كده كمان، لا ده في معلقات سيدات يعني كمان. دي ما كنتش اعرفها بصراحه. لا بيعلقوا على الماتش سيدات. فاحنا بقى اللي عايزين نقوله انه عشان السلام الاجتماعي والاسري شاركي جوزك حتى لو انت مش مهتمه قوي، الموضوع بيبقى لطيف وممكن تبقى مناسبه ظريفه ان الناس تقعد تقضي وقت طبعًا حلو مع بعض. الحقيقه انه واحنا بنتكلم عن كاس العالم المفروض نسخته ال 22 هتخرج يعني خلاص قريبا من 20 نوفمبر ل 18 ديسمبر، وزي ما نوها قالت هي الرياضه الاكثر شعبيه بين الرياضيات الرياضات كلها. بقى في اهتمام كبير جدا جدا من البنات، احنا
كمان بشوفنا في مصر كمان مش بس بره فرق كرة قدم للنساء ولاعبات بيلعبوا بمستوى الحقيقة رائع. فالاهتمام بقى من الجنس اللطيف كمان بكرة القدم كبيرة، وعشان كده لازم يكون في دور للمرأة في الحدث الرياضي الكبير ده تحديدا. بنتكلم عن التنظيم، ف ايه بقى قولنا احنا لينا مشاركين في كاس العالم بايه رغم ان احنا ما رحناش بالمنتخب يعني. للاسف الشديد بس معلش احنا عموما معانا دلوقتي واحده من منظمات كاس العالم لكره القدم، وهي الفتاه المصريه اسماء ناجح. هنعرف منها كواليس مشاركتها في تنظيم الحدث الكروي الكبير جدا اللي كل الناس مستنياه، وهنعرف منها كمان اهم الاستعدادات. فخلونا نرحب بضيفتنا عبر زوم، اسماء ناجح فتاه مصريه مشاركة في تنظيم كأس العالم 2022. ومساء الفل يا أسماء. مساء الفل عليك، أهلا بيك ومبسوطة جدا بالمقدمة العظيمة الخاصة بالسيدات ده مبدئيا. أهلا بيك منورانا، وقلنا يعني كل المتحمسين دلوقتي ده حديث الساعة. أخبار إيه، آخر أخبار الاستعدادات والدنيا عاملة إيه دلوقتي؟ كل حاجة فعلا على أتم استعداد، في الملاعب مستعدين لاستضافة كأس العالم، وكان تم تجربتهم في بطولة كأس العرب اللي أقيمت العام الماضي، وحاليا الدولة مستعدة بشكل تام على الإسقاط. وزي ما قال الشيخ تميم انه هتكون نسخة فريدة مش علشان بس دولة قطر، ولكن كأمة عربية كاملة، لانه دي اول مرة على مستوى العالم كله تكون دولة عربية ان هي تستضيف كأس العالم. كأس العالم زي ما حضراتكم تفضلتوا وقلتوا هو حاجة مهمة جدا في كل البيوت مش بس المصرية، هي الكرة الأرضية بالفطرة، هي كرة القدم هي أول رياضة الناس كلها بتلعبها، ولأنه حدث مهم جدا فهو ليه أهمية عظيمة أن يكون في دولة عربية. طبعا. صحيح طبعا، حتى غيروا له التاريخ دولة يعني. أيوة. عادة كمان مش بس دولة عربية يعني، هو بيتعمل عادة أعتقد في شهر 6، ده هو ما اتغير الميعاد كله علشان اعتقد ظروف عشان الجو قطر. كمان بالظبط عشان ظروف الجو. طيب اسماء، هو تم دوليا مش أيوة. بس علشان قطر، هو تم دوليا انه على جميع الدول المستضيفه في الفترات القادمه لازم تكون في فتره اعتدال درجه الحراره، لان حلو. لازم كويس يكون في قوي. درجه الحراره طبعا. خاصه باللعيبه. صح. طب كويس قوي. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن الاستعدادات، بس احنا عايزين نعرف منك بقى ازاي دخلتي في المجال ده، لان انا عرفت كمان ان هو كان بالصدفه. بالظبط كده، يعني ليه اخترتي المجال ده تحديدا؟ ما اخترتوش، هو جه هو اللي اختارك جدا. ايوه بس مش صعب على اي بنت ان هي تخش المجال ده. لا بصراحه بصي، هو الموضوع جه معايا بالصدفه جدا، كنت يوم طبيعي جدا خارجه مع اصحابي سنه 2014. انا طبيعتي متكلمه، انا خريجه كليه تجاره جامعه القاهره. أيوة. كنت بدرس بيزنس عادي جدا قبل ما اكون موجوده هنا. وانا في الجامعه كنت في اتحاد طلبه، يمكن المعلومه دي يمكن ما تعرفوهاش، انا كنت في اتحاد الطلبه، كنت امين اللجنه الفنيه العليا لجامعه القاهره، فكان دايما النشاط والطموح والحياه دي موجوده، وبعرف اتكلم واتعامل مع الناس عن طريق الانشطه الطلابيه. بعدين سنه 2014 بالصدفه كنت بره مع اصحابي، وحد من اصحابي كان عازمنا بره، لقيت في قاعه فيها ايفنت موجود، فقلت لهم انا عايزه اكون موجوده في الايفنت ده. اي ايفنت، انا حابه اني اشارك في حاجه. طلع بالصدفه هو بطوله العالم لكره اليد. يا جماعه انا عايزه اشترك معاكم حتى لو متطوعه. قالوا لي دي الحفله التكريميه للناس اللي تم اختيارهم علشان يكونوا جزء من البطوله. حاولت بكل المحاولات شتى الطرق اني اكون جزء من البطوله حتى ولو متطوعه ببلاش. وفعلا تم اختياري ضمن فريق المتطوعين، وكنت جزء من بطوله العالم لكره اليد في 2014. ومن ساعتها لحد الوقت الحالي وانا اي بطولات دوليه او عالميه او محليه بكون موجوده فيها. ما شاء الله. طب التدريب ده، او يعني ان انت تبقي جزء من بطولات عالميه، ده عايزه مقاييس خاصه للناس اللي بتشتغل أكيد. فيها. استعدتي ده ازاي ودربتي ازاي؟ احنا بيكون على حسب البطوله اللي انت بيتم اختيارك ليها، مش لازم يكون عندك اي خبره تماما، اهم حاجه يكون عندك الولد، لازم تكوني انت عايزه فعلا تعملي ده. بالظبط كده، لازم تكوني انت فعلا عايزه تعملي ده. وانس انه يتم الاختيار بتاعك بيكون في حاجه اسمها سبيسيفيك تريننج، انت بيتم
بيتم تأهيلك، بيتم كل حاجة. أهم حاجة إن يكون عندك الإرادة إنك تتعلمي ده. بس حلو. رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة لحد تسعة ايوه اللغة. طبعا اللغة صحيح. لأنه حلو. للأسف أي بطولة عالمية، مع احترام اللغة العربية طبعا هي لغتنا الأم، ولكن اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للتعامل خارج الحدود العربية وداخلها، لأن هي دي اللغة العالمية. أنت بتقولي بطولة عالمية، فأنت مش مجبرة العالم كله إن هو يتكلم اللغة العربية. فهي اللغة هي حاجة أساسية في التعامل. وبعد كده المهارات طبعا، لازم يكون عندك مهارات التواصل، المهارات التنظيمية وما إلى ذلك، بيتم التدريب عليك. حتى لو أنت البلد دي مش بلدك، أنت بيتم تدريبك وتأهيلك في المكان اللي أنت لازم تكوني موجودة فيه. وعلشان كده السنة دي في متطوعين دوليين كتير جدا موجودين من جميع تمام. أنحاء العالم، وموجود جزء كبير جدا على فكرة جاي من مصر، وأنا طب هستقبلهم كويس النهاردة قوي. بعد ما أخلص معاكم البرنامج. هايل الحمد هايل. لله. عموما قدها وقدود، ستات مصر دايما قدها وقدود. اسماء احنا بنشكرك جدا، بنتمنى لك التوفيق دايما، وزي ما قلت فعلا احنا قدها وقدود، وان شاء الله تطلع بطولة أكيد ناجحة طبعا جدا بسبب إن شاء مشاركتكم. الله. اسماء سلامي. ناجح، فتاة مصرية مشاركة في تنظيم كأس العالم 2022. وهنطلع لفاصل ونرجع تاني نبتدي أولى فقرات بيت السفير عزيز. الجواز 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 هيفضل موضوع ساخن على كل ترابيزات الحوار في كل البرامج، وهتفضل مشكلة اجتماعية بنتكلم فيها، مع ان احنا يعني ده شيء طبيعي وشيء من البديهيات وشيء مذكور في كل الأديان، إنه هو سكن ومودة ورحمة. لما ربنا اتكلم عن الجواز قال سكن ومودة ورحمة، ما قالش حب وعشق ودلع واخدميه واخدمها واعمل لها، لأنه ده الأصعب في حياة إن شاء الله المفروض إن هي تستمر طول العمر إذا قدر ليها يعني، وبدون الحاجات اللي احنا بنخش بيها الجواز عشان نفسده. المفروض ان الواحد بيشتغل على نفسه مع شريكه علشان يبقى بيتهم وعلاقتهم فيها سكن ومودة ورحمة. الواحد بيعيش مع زوجه اكتر ما بيعيش مع ابوه وامه، وهي دي العلاقة اللي بتدوم. حتى لما الولاد بيجوا بيبقوا نعمة ورزق وحاجة حلوة في البيت، بس بعد شوية، مش شوية كتير على فكرة، بيبقى عندهم حياتهم وصحابهم ومشاغلهم، بعدين بيتجوزوا ويعملوا أسرهم، وبفضل أنا وزوجي هو ومراته، إحنا اللي البعض مكملين. ليه كل التعقيدات دي؟ وليه الحكاية بقت صعبة؟ وليه مضطرين نقعد نفرد مساحات في برامج عشان نتكلم عن العلاقات الزوجية؟ ليه شكل الجواز بقى مشوه قوي كده، مع إنه المفروض إن هو حاجة من النعم والحاجات الجميلة اللي موجودة في حياتنا؟ إحنا بنعمل إيه غلط؟ إيه اللي اتغير في مجتمعنا وخلت كل الدنيا بقت صعبة كده؟ الأستاذ يحيى فؤاد استشاري العلاقات الأسرية هيحاول يفك الاشتباك ده معانا النهارده. مساء الخير، منور. مساء الخير يا شيرين. أهلا بيك. أهلا بيك. احنا مبسوطين جدا انك انت موجود معانا النهارده يا يحيى. وعادة قبل الجواز في مرحلة الخطوبة كل واحد من الطرفين بيحاول يبرز أجمل ما عنده ويبين ان هو يعني ما حصلش. طيب ايه الحاجات اللي المفروض ان انا ابقى عارفاها عن زوج المستقبل، والعكس صحيح طبعا، اللي انا المفروض ابقى عارفاها عنه قبل ما اخش في تجربه الزواج دي؟ حاجات اللي انا المفروض اكون فاهماها صح، مش ان انا بتجوز لمجرد ان انا عايزه استقر، او لمجرد ان انا عايزه اسس عيله، او لمجرد ان انا سني خلاص اصبحت في سن لازم اتجوز دلوقتي والا هيفوتني القطر. ايه الحاجات اللي انا المفروض ابقى عارفاها عن زوج المستقبل، وزوج المستقبل يبقى عارفها عن زوجة المستقبل، علشان خاطر يبقى فيه حالة من التفاهم والمودة والرحمة بين الشريكين؟ ميرسي ليكوا جدا، انا مبسوط ان انا معاكم النهارده في السفير عزيزة، وشرفني ان انا موجود. اهلا بيك. طيب خلينا نبتدي كده من البداية، وان احنا هو احنا فاهمين نفسنا اصلا ولا لا؟ سؤال مهم جدا. هو احنا دلوقتي يعني انا دلوقتي فاهم نفسي، عارفه اللي هو ايه، تحبي تاكلي ايه، اي حاجه. اي حاجه دي جابت لنا ناس بقى ايه، صح يعني، صح عشان بقى نبقى خلينا نناقش لو احنا عايزين فعلا ايه نجيب من الاساس. ما قالوناش افهموا نفسكم الاول. على فكره الجواز مش استقرار،
المستقرين هم اللي بيتجوزوا. حلو. عجباني دي. حلو. المستقرين هو البني ادم اللي فاهم نفسه، فاهم عارف هو عايز ايه، فاهم حياته، فاهم احتياجاته، فاهم ايه اللي خده واللي ما خدوش من ابوه وامه، هو فاهم. تمام. ليه؟ لان الست اللي اتحرمت، وعشان كده انا دايما في التربيه اقول يا جماعه لو انت اب ادي لبنتك احتواء. ليه؟ أكيد. عشان ما تكبرش وتشحت الاحتواء. انا بسميها تشحت. صح. يعني ليه؟ لان بتقعد تدور عليه، انا ما خدتوش، انا ما خدتوش من بابا. فاي حد هيظهر اراوند حواليها هيديها احتواء ويبقى عنده صفات وحشه جدا بالظبط هيطرح له. طب فالبدايه خالص افهم نفسي، افهم انا عايزه ايه، افهم احتياجاتي. ده اللي المفروض يتعمل. هيسهل عليا الاختيار، الامور هتبقى واضحه جدا. الحاجه المهمه، واحنا عارفين نسمي مشاعرنا؟ احنا عندنا مشكله في الحته دي. هو انا يا متضايق يا زعلان، يعني حضرتك ليه ما فيش في النص يعني ده؟ لا، وفي الوان ثانيه، مشاعر كتير، مشاعر كتير بس احنا مسميش. طب هو ايه معنى الحب؟ هي شويه مشاعر احنا بنحسها، فهي الباسورد اللي بتفتح اي علاقه. عشان انا بحبك، فالاثنين ابتدوا يتخيلوا ان هم فعلا في حب. على فكره ممكن تبقى مشاعر اعجاب. هو انا اقدر النهارده طب ازاي انا اعرف اذا دي مشاعر حب ولا مشاعر اعجاب؟ احنا محتاجين نتعلم، وبالتالي انا عايز اعيش مع الشخص ده. احنا محتاجين نتعلم. احنا عايزين نتعلم. يعني هو ليه بنتعلم كل حاجه الا ان احنا ممكن نتعلم ويبقى عندنا، انا حلم حياتي يكون عندنا مدرسه للعلاقات. قبل ما نتجوز حضرتك تدرس تفهم نفسك الاول، وحضرتك تفهمي نفسك الاول قبل ما المأذون يوافق. طب بمعنى ايه؟ ايه هي الاسئله اللي انا المفروض اسالها لنفسي عشان افهم نفسي وافهم ان هو ده اللي انا عايزاه؟ اول سؤال، هو انا عايز اتجوز ليه اصلا؟ يعني ليه؟ صح. ده سؤال مهم جدا. احنا عايزين نتجوز ليه؟ فاللي هو ايه؟ على فكره على فكره يتصلح حاله لما يتجوز. على فكره في نماذج كده. صح. على فكره انت كبرتي فلازم تتجوزي. صح. طب انا محتاجه اتجوز ليه؟ ايه مفهومي عن الجواز؟ هل الجواز بالنسبه لي الاكل والشرب وان انا يبقى معايا واحد في البيت ونخلف بعد سنه ونتجوز والدايره تمشي عشان نبقى شبه الناس كلها؟ ايوه. حضرتك لو موجوده في اي مكان ومش فاهمه انت موجوده ليه في ايه هنا، ومش موجوده انت ومش فاهمه انت موجوده ليه، انت هتتلخبطي. انت مش فاهمه دورك. على فكره مشكلتنا ان احنا مش فاهمين ادوارنا. هو انا دوري امه ولا مراته ولا صاحبته ولا حبيبته؟ الراجل عايز كل دول. على فكره هو الراجل مش عايز كل دول. ده اللي بيتقال للبنت، ده اللي بيتقال عشان هو ده العرف موروث. هو انت حضرتك بتاخدي المعلومات من مين قبل ما تتجوزي؟ من صاحبتك؟ طب هي صاحبتك دي مين؟ هي عندها تجربه؟ طب هي ناجحه؟ لا، والنموذج الاول للام. انا بشوف ابويا وامي في البيت، دول اول اتنين باخد فكرتي عن الجواز منهم. بتاخدي المعلومات من مين؟ طب هل ماما بتوصيكي اللي هي ما عرفتش تعمله مع بابا بتقول لك اعمليه؟ ممكن. ممكن جدا. طب هل صاحبتك اللي مش عارفه تعمل حاجه فبتقول لك الكلام ده عشان تعمليه عشان تنجحي؟ احنا تجارب. صح. احنا بنبقى في العلاقات فار تجارب. انا يعني لو هحكي قصه شخصيه، انا لما جه حد يتقدم لبنتي قلت له قبل ما اوافق على اي حاجه انتوا محتاجين تتعلموا يعني ايه زوج وزوجه. هو ده اللي هيخليني اوافق، الحاجه الوحيده. ولا فلوس ولا ماديات ولا اي حاجه من دي لسبب واحد. على فكره ممكن يعيشها ملكه بس هي مش مرتاحه. طب يتعلموا ازاي؟ يعني ما حضرتك قلت لهم اتعلموا، عملوا ايه؟ بصي، يعني انا واحد من الناس، انا النهارده ببقى ببذل مجهود جامد جدا ان انا ادخل كورسات افهم نفسي الاول. اوكي. يعني انا محتاج افهم مين انا. تمام. انا عايز ايه؟ انا ايه شغفي؟ ايه اللي انا بحبه؟ هل انا النهارده في المرحله دي؟ هل انا تمام مع ابويا وامي؟ على فكره معظمنا عنده جروح للاباء. صح. هل انا عالجتها؟ في اسئله كتير جدا انا عمال اطرحها، احنا محتاجين نرد عليها قبل ما نروح الحته دي، قبل ما يبقى في بيت. على فكره احنا بنقعد نجهز في بيوتنا عشان نتجوز كتير قوي. صح. العفش والديكورات وبننسى الراجل والست. احنا ما جهزناش نفسنا. ما جهزناش نفسنا. طب ايه النصيحه اللي ممكن تديها لاثنين مقبلين على الجواز ان هم يعملوها عشان يفهموا نفسهم ويعرفوا هم عايزين ايه ويعرفوا ان هم يعيشوا حياه اسريه ناجحه؟ حلو قوي. احنا محتاجين الاول نتدرب ونفهم ونخش، يعني نفهم يعني ايه، يعني مش إيه كل الناس هتقدر تاخد كورس. على فكره على فكره الكورس مش قصه كورس بمبالغ باهظه. احساس. طب هديكي مثال بسيط. انا النهارده لما بنقرا وبنبتدي نخش كورسات وبنتعلم، احنا مختلفين على فكره. يعني في الكتاب اللي هو الفايف لانجوج اوف لاف،
الخمس لغات الحب. على فكرة في حد بيحب الهدايا، في فرق كبير جدا بين ان انا اعرف انا اديكي ايه وانت محتاجة ايه. فرق شاسع. ايه اللي انت محتاجاه؟ اول حاجة انا اعرف الشخص التاني ده زي اي موبايل حضرتك عندك الباسورد. ايوه. وانت تعرفي الباسورد بتاع جوزك او خطيبك. انا فهمان. ماشي. بس هل هتعرفي تديله اللي هو عايزه ولا اللي انت بتعرفي تديه؟ بس دي حاجات اعتقد بتيجي مع الوقت ومع العشره، لان انا مش ممكن اعرفها قبل الجواز. دي لما بيتقفل عليهم باب هو ده، وبيمروا بمواقف معينه لازم ياخدوا فيها قرارات. حلو. هو ده اللي بيعلم واللي بيكشف الناس. في حاجات اساسيه، بس في حاجات الدنيا اللي بتعلمها لك والمواقف اللي بتكشفها. رائع جدا. يبقى احنا هنا في فتره الجواز على الاقل خالص احنا مش محتاجين نخلف نظلم حد معانا بعد سنه او سنه ونص. على الاقل خالص. يعني الافضل ينتظروا قد ايه؟ اعرفك، افهمك سنه. دي نفسك أفهمك. سنه تتاقلم يعني. افهم. هل ما هو خدي بالك بقى. أيوه. انا ليه بقول لك كده؟ لان انا كميه المشاكل، انا هجيب لك من الاخر للاول. النهارده بيحصل ايه؟ اتطلقت، ما بيصرفش على الولاد، كميه مشاكل للرجل. على فكره هو ده كان اختيارك. هو ده كان حبيبك. أيوة. هو ده كان جوزك. هو ده اللي قلتي انا بحبك. هو ده اللي جبتي له ورد. هو ده اللي جبتي له في الفالنتين هدايا. طب اعرف ازاي من الاول؟ ما انت بصي بقى، احنا لو احنا ابتدينا نفهم نفسنا الاول. فانا ابقى فاهم الشخص ده على الاقل خالص، هو انا ممكن ارتاح معاه ولا لا. اول حاجه دي بدايه. دي بسيطه. لو انا فهمت نفسي انا هعرف. زي الاكله بالظبط، انا افهم ان انا لو اكلت الاكله دي انا تمام. فعلى الاقل لما افهم نفسي الاول وبعد كده ابتدي افهم ان الشخص اللي معايا هيعرف يقوم بالمهمة دي ولا لا. أوكي. واحد. الشخص ده علاقته مش بيا بس، علاقته باللي حواليه. علاقته بالمسؤولية. صح. في حاجات احنا ما بنبقاش، هقول لك حاجة، احنا بنبقى بنحاول نحمي نفسنا على الحقيقة. في ناس كتير قوي بتقول لنا خلي بالك الشخص ده مش مناسب. لا 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 لا، انت هيقلق لكم، انا هغيره. ايوه. الكلمة دي بقى انا ضدها تماما. كارثة. لأن مفيش حد بيتغير. بصي للأسف. لا انا ضد ده. في حد بيتغير لما يكون هو عايز يتغير. أيوة. بس آسف. لكن طول ما هو مش عايز يتغير عمره ما هيتغير. فيحصل ايه بقى؟ على فكره بيسهر بعد الجواز اغيره، بيشرب سجاير انا اخليه يبطلها. على فكره حضرتك مش تعملي كل ده، حضرتك اقبليه زي ما هو. قبلاه هو ده، هو الزوج. بس هو عاجبها عشان خاطر في التحدي ده. برافو عليكي. فهنا بقى احنا دخلنا في حته بقى في التربيه. هي داخله تشالنج، لان ما حد شافت مشكله من الاب والام. هي داخله تحدي. انا هكون انا اللي هنجح، انا اللي هنجح، انا هعمل اللي انا اللي هغيره بالظبط. فبنعمل ايه دلوقتي؟ قاعدين في محاكم الاسره كل 3 دقائق، واحنا قاعدين القعده دي في 10 15 حاله طلاق حالا واحنا قاعدين. بمعدل من 2.5 ل 3 دقائق حاله طلاق. بسبب ايه؟ انا هغيره. على فكره وتتحدى الدنيا. على فكره ينفع يتغير لو هو عايز يتغير. التغيير انا لازم يبقى من جوه، من داخل الشخص. لحد اخر يوم في عمري انا هتغير. انا ضد. صح. انت مش جماد ابدا. طبعا ابدا. النهارده انا ينفع اتغير، بس انا لو انا عندي استعداد اتغير. طب والراجل الناحيه الثانيه، يعني في بعض الشباب بيبقى داخل فاكر ان هو عنده وظيفه، عنده قادر يجيب بيت او شقه واسس ودفع الحاجات، فاكر ان هو اخره انا عملت الفرح والشبكه وجبت الشقه وبتاع وبشتغل، ودي علاقته أو دي مساهمته في هذه المؤسسة. وبعد كده هو بقى شايف إن هي المفروض تاخد بالها من البيت، لو بتشتغل فهي بتساعد، بعد كده الولاد مسؤوليتها، لأن الولاد بيحتاجوا أمهم في الفترات الأولى لما يبقوا يكبروا كده ويشبوا يبقى بابا يظهر في الصورة. وتكتشف البنت اللي عندها مثلا 26 27 سنة إنها فجأة بعد ما اتجوزت والفستان وكده بقى عندها ولد، خلفت ولد عنده 30 سنة، هي مسؤولة تأكله وتشربه وتشوف له كل حاجته. أنا عملت إيه في نفسي؟ أنا بقى عندي طفل كبير غير الأطفال اللي هي هتجيبهم. ده شخص فاهم الجواز إزاي وتحمل المسؤولية إزاي؟ طيب تاني هقولك إن التربية، إن المجتمع ما فهمش الراجل أو الست، الراجل والست على فكرة، أنا يعني مش لا إحنا بنتكلم على الست، إحنا عايزين نتكلم على الراجل. الراجل بقى النهاردة إحنا يعني أنا ما حدش علمني يعني إيه جواز الا غير ان انت بقيت جاهز ان انت تتجوز، انت معاك فلوس بقى معاك بيت وشقه وتمام يلا بينا نتجوز. وفاهمين على فكره في اهالي بتجوز عقاب، مش عقاب، ان هو تاهيل. يعني ازاي؟ بعد الجواز هيتصلح حاله. في للاسف ان في فعلا بعد جوزوه يبقى هو خارب الدنيا. ده حله. ايوه هو خارب الدنيا.
حرام عليك ولاد الناس. صح، حرام عليك ولاد الناس. طبعا، لان ده هيأثر على علاقة على الزوجة ولما يخلف طب هل في قوانين المفروض انها تحكم العلاقة ما بين الرجل وزوجته؟ بصي، انا بالنسبة لي مفيش قوانين، بس ربنا سبحانه وتعالى، انت ذكرتي حاجة حلوة قوي اول ما ابتدينا، ربنا سبحانه وتعالى قال اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. صح. انا النهاردة في التطور، حضرتك بتعملي ابديت على تليفوني كل شويه. التطور النهارده بيبقى فعلا احنا محتاجين نعمل ابديت. الابديت ده مش من جوانا، الابديت ده لازم من برانا. حضرتك لما تيجي تستخدم اي موبايل اي حاجه، النهارده احنا في سنه 2022 احنا محتاجين نعمل ابديت لافكارنا. طب نجيبهم منين؟ انا ينفع النهارده يكون حد متخصص يساعدني ابني علاقه بيني وبين شريك حياتي. وهو ده المهم، احنا محتاجين يبقى عندنا مبدا وكونسبت ان احنا نسال حد غيرنا، نسال حد غير ماما. ماما على فكره، ماما عايشه من 1977، هي نفس فكرها، ما حصلهاش تطور، وحتى كل واحد تجربته غير التاني بالظبط. فاحنا محتاجين، وعلى فكره ما فيش حاجه شبه بعض. صح. يعني ينفع نبقى اتنين، بدليل ان حضرتك ممكن تروح للدكتور فبيكشف على حضرتك فبيقول لك انت عندك ايه. نفس الكلام في العلاقات، كل كيس مختلفه، كل واحد شخصية مختلفة، كل واحد لازم يفهم ان انا مش هعرف اعمل كل حاجة. فالمفتاح هنا ان انا نمرة واحد افهم نفسي، ده واجبي ناحية طبعاً. نفسي. الحاجة التانية، الست والراجل اللي بيربوا شاب او بنت هيخرجوا دلوقتي بعد كده يبقوا زوج وزوجة، يعني ربوا صح علشان تتقوا الله في ولاد الناس التانية اللي بتبلوهم بعد كده بصراحة. بالظبط. وتاني اخر حاجة هقولها بس، لو احنا بننهي، الست النهارده اللي بتشتكي على الانستجرام وبتشتكي من مشاكل الزوج، على فكره هو ده كان جوزك. فارجوكي خلي بالك ان لو انت بتربي النهارده، ربي بنتك تختار صح. لو انت بتختار النهارده، لو احنا عايزين نبني مجتمع صح، احنا خلاص، احنا ما حدش كان بيقول لنا، بقى عندنا شويه خساير، بس النهارده قادرين نربي مجتمع. المجتمع ده ناجح، ما يبقاش فيه الخساير اللي احنا بنشوفها النهارده. ده حقيقي. فمحتاجين نعمل ابديت الافكار. شكرك جدا جدا على وقتك وعلى المعلومات. كان معنا الأستاذ يحيى فؤاد، استشاري علاقات أسرية. وبعد الموضوع الجد هو تقيل ومهم، خلينا نروح بيكم لشرم الشيخ. امبارح كنا عملنا لقاء مع زميلتنا رضوى، ونقلت لنا كواليس يوم المرأة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ. رضوى عملت لقاء مهم ومميز مع إحدى المكرمات اللي حصلت على الجائزة الذهبية في مسابقة مبادرة إفريقيا تتحول للأخضر. خلينا نتابع مع حضراتكم تفاصيل اللقاء. على هامش فعاليات المؤتمر الحقيقة كان في جلسة مهمة جدا حضرتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفي الجلسة دي كان في يعني عدد كبير من المبادرات اللي بتهتم بالحفاظ على البيئة وبالتغيرات المناخية وبالطاقة الشمسية. وزيرة البيئة يمكن قدمت الجوائز لكتير من الفائزين من مصر وكمان على مستوى قارة أفريقيا. ويعني الجلسة دي كان اسمها أفريكا جروز جرين، وكانت بقى بما أننا النهاردة يوم المرأة، في كمان تحتها فعالية شي جروز جرين، واللي فازت بيها ضيفتنا اللي منورانا النهاردة، اللي فازت بالجائزة الذهبية، ضيفتنا اللي منورانا الأستاذة منة شاهين، يعني مؤسسة شركة ناشئة وهي تكية، وفازت كمان بالجائزة الذهبية شي جروز جرين، وكأحد المبادرات الهامة في أفريقيا. يا أستاذة منة منورانا وسعداء جدا بوجودك معنا. النور ليا رضوى، أنا أسعد، شكرا جدا. يعني خلينا اولا نبارك لك على الجائزه الجميله دي، وتقول لنا اهميتها ايه بالنسبه لك في حدث مهم زي كوب 27 انك تفوزي بيها، وتسلمها لك كمان وزيره البيئه دكتوره ياسمين فؤاد. طبعا ده شرف لينا، وانا سعيده ان العمل بتاعنا يعني معترف بيه والناس شايفينه وبنتكرم عليه، فده بيحسسنا ان احنا شغالين صح وان احنا بنعمل حاجه كويسه. يعني فخورين كلنا باليوم ده. اكيد يعني منا، شفناكي النهارده وانت بتستلمي الجايزه معاكي ابنك اللي هو عمره 3 اسابيع، فاحساسك ايه وانت واخداه معاكي النهارده في كوب 27 يوم المراه، اليوم المهم جدا ده، وبتستلمي كمان الجايزه وهو معاكي، فاحكي لنا عن اللحظه دي بالنسبه لك. انا كنت متردده بصراحه، وكنت خايفه يعني يحصل
زي مثلا ما اعرفش ادخله او ما يبقاش الموضوع سهل، بس لا انا لقيت في ترحيب كبير من الناس، لقيت الناس كلها فخوره ان انا معايا طفل، وبيقولوا لي ان يعني ده انا مثل يحتذى بيه، فحسيت برضو ان لا انا اختار يعني قررت صح. كنت فرحانه قوي لان هم اتكلموا، هم بيدوني جايزه ان انا ابني معايا، وان هم شايفين قد ايه ان ده يعني ان ابني معايا، وهم شايفين قد ايه ان ده يعني حاجه مثال يحتذى بيه، وان كل الامهات المفروض تعمل كده. فانا مبسوطه وحاسه ان ابني اليوم ده هيبقى فخور بيه، يعني لما يكبر ويبقى عارف ان هو حضر حدث زي ده، وان هو مامته كانت بتتكرم، فحاسه ان ابني كمان هيبقى فخور بيا، يعني الحمد لله. الحمد لله. لا ده اكيد يعني انت اخذتي القرار الصح في اليوم الصح. يا بالظبط. وطول ما انا ماشيه في الطريق الناس توقفني تقول احنا فخورين بيكي، برافو، رجاله وستات مسؤولين حتى ناس صغيره، فيعني انا مبسوطه للوعي اللي الناس وصلت فيه، شايفه يعني الناس واعيه والناس عارفه والناس شايفه ان دي حاجه كويسه، فالحمد لله. الحمد لله. طيب احكي لنا اكتر بقى عن مبادرتك تكيه، علشان نعرف معاكي كمان انه سبب الفوز الجميل اللي احنا بنبارك لك عليه النهارده ده. هي تكيه عباره عن ابلكيشن بتسمح لاي مقدم طعام انه اللي عنده اكل فائض صالح للاكل بحالته كويسه جدا ان هو يبيعه بخصم على الابلكيشن، او يتبرع بيه للجمعيات الخيريه. اغلب المقدمي الطعام بيبيعوا عندنا ب 50% خصم، واحنا قدرنا نوصل دلوقتي ان احنا نقلل من هدر اكتر من 45,000 وجبه، وعندنا اكتر من 65,000 مستخدم. عندنا مقدمين طعام كتير جدا حوالين القاهره بيستخدموا الابلكيشن بتاعتنا وبيعرضوا عليها المنتجات بتاعتهم، فالحمد لله، لان هدر الاكل من اكبر المشاكل او الحاجات اللي بتاثر على التلوث البيئي، يعني من اكبر المسببات للتلوث البيئي. فكون ان انا ابقى اقدر اعمل حاجه تقلل من التلوث البيئي وتقلل من التغيير المناخي، فدي حاجه احنا فخورين بيها وقدرنا نقطع شوط كبير فيها الحمد لله. الحمد لله. منا شايفه دور المراه، خصوصا المراه العامله يعني زي ما بنقول كده زيك كده، ممكن تكون ايه الصعوبات اللي بتواجهك وانت بتشتغلي وانت عندك اولادك ربنا يخليهم لك، يعني شايفه ايه الحاجات الصعبه اللي ممكن تواجهك واللي انت قدرتي كمان تتغلبي عليها؟ هو في صعب كتير قوي، لان الحمل والولاده وساعات الواحد السهر وعدم النوم، دي حاجات صعوبات كتير قوي، وشايفه ان هي محتاجه عزيمه ومحتاجه ان الواحد يكون عنده، يعني انا طموحه وعندي هدف معين ماشيه رايحه له، فعشان كده بقدر اعدي الايام دي. بس الايام مش سهله، يعني اي ام عارفه ان الايام دي مش سهله، اي ام عارفه ان الـ 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 الاطفال وتربيتهم والاطفال الصغيرين والحمل وبعد الحمل وبعد الولاده حاجات مش سهله. بس اعتقد ان انا عشان حواليا برضو ناس بتحب الابلكيشن وبيبقوا عايزين يساعدوا، حواليا جوزي هو مؤسس مشارك معايا وبيساعد في كل حاجه، فده بالنسبه لي اختيار، الموضوع بيبتدي باختيار الراجل الصح في الحياه. وتاني حاجة ان الواحد يبقى ليه هدف ويقدر ويمشي ناحية الهدف بتاعه ده، ويكمل. الاستمرارية مهمة قوي، يعني لو في يوم حسيت ان او ايام حسيت الواحد مش قادر بس يرجع يكمل، فالاستمرارية حاجة مهمة قوي. فانا مش اما اتكلم على الصعاب، يعني ما عنديش حاجة صعبة معينة، لان في صعاب كتير قوي، في تحديات كتير قوي كزوجة وام، يعني موضوع مش سهل. لا بس يعني الحمد لله ان انت قدرتي تتغلبي عليها انت وكل اللي حواليكي واللي بيشجعوكي، ودي رساله مهمه بنقولها لكل سفيره عزيزه طبعا بتتفرج علينا. من كلميني عن يعني الدور في افريقيا، بما ان النهارده كمان انت فزتي في حاجه تخص يعني التنميه في افريقيا والاستدامه، ده مهم قد ايه ان احنا هنا في مصر نبقى بنتجه في الاطار ده، وان المراه المصريه كمان تبقى بتشارك يعني في حاجه طبعا تخص افريقيا؟ انا شايفه ان اي مراه مصريه هتبقى ليها دور في حاجه زي كده هيبقى ليها دور كبير، لان مصر بتبص لها على اساس ان هي بلد قائده. فيعني لمجرد ان احنا ان انا مؤسس مشارك سيده والتطبيق بتاعي موجود في مصر، بيجي لنا يعني قدرنا نكسب جوائز في افريقيا، بيجي لنا ناس يتكلموا ان هم عايزين يفولوا يعني يتبعوا نفس الاكزامبل اللي احنا بنعمله.
رايحين فورم كبيرة قوي عالمية الشهر الجاي في رواندا، فأنا بتكلم إن مصر رائدة، ولما يبقى فيها مثال لسيدات بيقوموا بالدور ده بيلهموا سيدات أخريات في 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 العالم كله، وده بي يعني دي حاجة كويسة، حاجة يعني ملهمة، وحاجة يعني حاجة هتخلي العالم مكان أفضل. ده أكيد. يعني يا منة بنبارك لك تاني وبنقول لك شكرا لمشاركتك كمان في مبادرة مهمة، يعني زي تكية، بمبادرة مهمة زي تكية طبعا في مصر وفي أفريقيا، وبنقول لك يعني ميرسي على انك كمان قدرتي تحققي المعادلة دي كأم وكامرأة بقى عاملة رائدة أعمال، ويكون معاكي كمان ابنك في حدث جميل زي ده. شكرا جدا، شكرا جدا، وأنا سعدت بلقائك. شكرا يا منة، نورتينا نورتينا. شكرا لحضراتكم، ودايما تغطيتنا لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 هتكون مستمرة مع حضراتكم على شاشة دي ام سي. رجعنا لكم مرة تانية، وطول الوقت بنتكلم في السفيرة عزيزة عن أهمية تمكين المرأة في كل المجالات، والتمكين طبعا زي ما احنا عارفين بيحتاج إرادة سياسية عشان تتاح فرص حقيقية للفتيات وللسيدات. النهاردة معانا نموذج لمشروع مهم جدا تعمله الدولة، وبيساعد مش بس في تعليم المرأة في إنها تتعلم حرفة ومهنة جديدة، لكن كمان في تسويق المنتجات اللي هي بتعملها دي. يعني الحقيقة مشروع مهم جدا هو مشروع الأسر المنتجة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، واللي بيتم جزء كبير منه بالتعاون مع حياة كريمة وخصوصا في القرى. النهاردة في بيتنا بيت السفيرة عزيزة احنا فخورين جدا اننا عاملين لكم كده ايه بازار مصغر شوية داخل الاستوديو، نعرض فيه نماذج من المنتجات، منتجات الأسر المنتجة، وبنرحب مع بعض بضيوفنا اللي منورينا النهاردة. معانا جنبي هنا أستاذة انتصار، ثانية واحدة، انتصار بدوي مصممة مفروشات وتطريز عربي، ومع شيرين. أيوة معانا معايا مروة عبد المجيد، مروة هي مصممة كروشيه وحاجات كتير تانية تحفة، وطبعا يعني أخيرا وليس أخيرا والدينامو اللي ورا خروج كل المنتجات دي للنور وإن الناس تشوفها. بتشرفنا بالحضور أستاذة نانسي أسعد مدير عام إدارة التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيكو جميعا. أهلا بيك. الحقيقة أهلا. المنتجات اللي احنا شايفينها قدامنا دي أكتر من رائعة، ومن أكتر الحاجات اللي لفت نظري جدا السكارف ده. يعني معرفش كده لو إيه، لو أنا دلوقتي فتحته قدام حضراتكم على الشاشة ياريت تقوليلنا إيه قصة السكارف ده. قصة السكارف ده بيحكي عن القرية المصرية والريف المصري، طبعا فخر بلدنا وأساس كل خير الريف المصري. أكيد. مع حياة كريمة طبعا ده بيحكي قصة. أيوة واضح إنه بيحكي رأيك؟ قصة، ما هو لفت نظري جدا الحقيقة، فقلت لازم نبتدي بيه يعني. وحضرتك بقى يا أستاذة نانسي كمان الباور الجميل بتاع طبعا أكيد بتاع النشاط الريفي ده. أكيد. وده ياخدنا بقى لحضرتك يا أستاذة نانسي، يا ريت تحكي لنا عن المشروع ده. الأسر المنتجة هي عبارة عن إن إحنا بناخد الأسرة اللي هي طاقة معطلة، بنبدأ إن إحنا نعمل لها عملية تدريب وتأهيل وعلى حرف يدوية وأشغال إبرة وحاجات من خلال المراكز اللي موجودة في وزارة التضامن الاجتماعي، علشان نأهلهم إن هم يكونوا أسرة منتجة. احنا عندنا مبادرة فخامة السيد معالي رئيس الجمهورية حياة كريمة، هي اساسا كانت احنا بنقول حلم الجمهورية الجديدة ان انا اطور الريف المصري طبعا. فبقت الحلم اصبح حقيقة على ارض الواقع، بقينا لمسينها. عندنا بننزل للأسر ديت وبنعرض عليهم الخدمات وبندعمهم بتدريبات من خلال ورش وأماكن معدة ومجهزة، وبناس متدربين على أعلى مستوى بيبدأوا إن هم يتعاملوا مع الأسر دي، ويشوف كل أسرة إيه الحاجات الكامنة اللي جواها اللي هي تقدر إن هي تطلعها
تطبعها وتستفيد بيها وتقدر تحقق شيء ملموس تقدمه للمجتمع، وفي نفس الوقت بتعلي من دخل أسرتها، ودخل أسرتها ده إن أنا أعزز الدخل الأسري للأسر الفقيرة أو اللي موجودة في الريف المصري. ده بيعتبر بالنسبة لنا عنصر أساسي من عناصر التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إن أنا أعلي من مستوى الأسرة، إن هي بدل ما تكون أسرة مستهلكة تكون أسرة منتجة. طب أنا بعمل ده إزاي؟ عن طريق مراكز الأسر المنتجة، بيبدأوا يشتركوا في الجمعيات اللي هي مشهرة تبع وزارة التضامن الاجتماعي. بيبقى عندي ورش فيها ناس متدربين ومتخصصين على حرف يدوية وصناعات صغيرة والحاجات التراثية والكروشيه زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا بنبدأ ندربهم وبنبدأ ندعمهم ونعمل لهم عملية تسويق عن طريق الاشتراك في المعارض اللي بتقيمها وزارة التضامن الاجتماعي، سواء كان في ديارنا. احنا ديارنا دلوقتي بقى مستمرة على طول، لو احنا في فترة الصيف بنتجه ناحية بالظبط كده ونعرض. احنا دلوقتي عندنا معرض في دبي مشتركين فيه برضو بنفس منتجات الحاجات دي كلها، وكلها صناعة مصرية من أيدي الأسر اللي هي اتدربت بالفعل. صناعة مصرية والخامات كل حاجة مصرية. كل حاجة مصرية وطلعة من إيد سيدات وفتيات هم اتدربوا فعليا واشتغلوا جوه مراكز الإعداد الأسر المنتجة اللي تبع لوزارة التضامن الاجتماعي. طب مروة كلمينا عن تجربتك أنت، يعني انت كنت بتشتغلي الشغل ده وعندك درايه بيه، ولا اتدربتي؟ والتعاون كان بينكم وبين وزاره التضامن والحياه الكريمه ازاي؟ انا نزلت اتدربت في جمعيه خيريه كان المشغل بتاعها. أوكي. نزلت اتدربت فيه وبعد كده مجانا ولا دفعتي حاجه؟ كان مقابل بسيط يعني. انا عايزه بس اروح اتفرج بعد على حقيقه مروه وهي بتشرحها. الجمعيات دي على فكره هي بتتبع يعني تبع وزاره التضامن الاجتماعي، يعني هي يعني اخذت التدريب في الاماكن في اللي هي تبع وزاره التضامن الاجتماعي. وخدتي وقت قد ايه في التدريب؟ على طول. كان عندي طبعا فكره في حصه الاقتصاد بتاعت المدرسه. ايوه. فكان عندي فكره طبعا، فالحمد لله قدرت اتعلم بسرعه. وبعدها بقيت مدربه كمان في نفس الجمعيه. واحده واحده كمان بقيت مدير مركز الاسر المنتجه في نفس الجمعيه. ده ايه ده؟ هاي انا اتعلمت فيه بقيت انا اللي بعلم فيه. طب وانت شايفه المعارض والتواصل مع الناس يعني عمل لك استقرار ازاي؟ يمكن انت خدتي حاجه اداريه، منصب اداري كمان. بس اقصد اي حد بيتفرج علينا دلوقتي عايز يتعلم يعمل الشغل الحلو بتاع مروه او بتاع استاذه انتصار، و انت بتقولي الموضوع صعب ولا البدايه سهله؟ لا صعب، الموضوع سهل جدا ان احنا نقدر نتعلم، ما فيهوش اي مشكله. انت مجرد ابره وخيط وبعد كده بتبداي تمشي على باترونات. تمام. فبتبقى الموضوع سهل مش صعب. حلو. طب كلمينا عن شغلك، احنا شفنا شغل الحاجات اليدويه والمفارش. شفتي الشنط؟ الشنط دي طالعه يعني انا موضه جدا، وبالذات شفتي الشنطه جميله جدا الحقيقه، ودي برضو من الحاجات اللي لفتت نظري قوي. شفتي يا شيرين؟ بصي فيها كل انواع الفلكلور المصري. التنوره هي بتعبر هي بتعبر عن تراث معين. يعني انت لما تشوفيها هي تراث معين كانها لوحه مصريه بالظبط كده، وهي فعلا لوحه. هي بتتعلق على هي بتتعلق هو فعلا هي فعلا لوحه على الحيط. لا وبتجمع ما بين كل حاجه يعني. احنا عندنا كف فاطمه وفانوس رمضان والتنوره. يعني مفيش مش حرمانه من اي حاجه الحقيقه. ده واحنا اعيادنا ومناسباتنا كتيره. واستاذه انتصار كانت بتقولي على شغل الكريسماس، يعني بتقولي بصي احنا بنعملين حاجات الريف. أيوة. بس الوان الكريسماس، يعني انت جامعه كل الثقافات والمناسبات. يعني قولي لنا ايه شغل الكريسماس بما ان الناس بتحب تهدي بعض وتحتفل. يعني جديد اللون الاحمر مع الكريسماس. ده اللون الكريسماس وداخل فيه بقى الريف مع بعض، ده الجديد بقى اللون. لا وبصي وفي كل يعني برضو مش حرمانة من اي حاجة. البيت الريفي والنخلة والبطة والفلاحة المصرية دي مفارش احجام مختلفة برضو. احجام مختلفة. وايه تاني عند حضرتك برضو؟ عندي طبعا الطقم السراير بقى اللي هي الملاية. الله على الشغل. كنفاه طبعا الجديد في السوق هو المكن، لكن ده يدوي ما شاء الله. يعني الشغل وطبعا القطن مصري 100%. القطن بتاعنا الجميل هو ده بقى اللي احنا عايزينه. ايوه. لا خاماتنا وبايدينا، ومش بس كده كمان الجميل جدا. الخامه جميله جدا وناعمه حلوه جدا جدا جدا. عندي كمان مفرش الشغل زي الفل، وكمان الخامه زي الفل.
ما شاء الله. والتشطيب يعني الحقيقه الفينيشنج اكتر من رائع. عندي حلو. مفرش السفره كمان غير ان هو مع من سيدات اللي انا مدرباها ان هي اللي هي خريجه الجامعه اللي مش لاقيه شغل او الدنيا مش ماشيه كويس او شهادتها مش لاقيه لها تخصصها انا بعلم السيدات دي وبشغلها معايا غير ان هي خامه اخميم الخامه بتاعت اخميم الكتان المصري طبعا كنت بجيب الكتان المستورد عالي جدا وملوش اي ومع ان الخامه بتاعتنا حلوه برضو الكتان بتاعنا 100% ما كم أخميم. واحدة بتشتغل معاكي؟ أنا سمعاكي بتقولي بدربهم وبعلمهم بدرب. أنا كنت رئيس قسم أسر منتجة خريجة التربية فنية وقسم أسر منتجة كنت بدرب سيدات وبنات كتير جدا لكن الحمد لله معايا تيم دلوقتي أكتر من 17 بنت أو سيدة معايا بس الحمد لله وهم بيكتروا إن شاء الله في ربنا يزيد ربنا يخليكي يا فندم. في سن معين لو حد برضو بيتفرج علينا في سن معين لبداية التعلم لحاجات زي كده شغل زي ده من أول 10 سنين لغاية اي سنه زي طالما هي قادره وعايزه بس خلاص بالظبط كده هو ده هي تقدر تمسك وبنتدرب كمان زي الاحتياجات الخاصه على فكره هي يعني ادامهم وده بعد يا استاذه نانسي هي خلاص احنا على فكره كمان ان هم يشتركوا معانا في معارض الاسر المنتجه او ان هم يبقوا ييجوا علشان خاطر يتعلموا وتاخد مشروع وصناعه صغيره ان هي ممكن تعملها بيبقى هم من سن 18 سنه بحيث ان هي تقدر ساعتها ان هي اتعلمت وطلعت منتج وتقدر بقى تمتهن دوت ان هو يكون مشروع وتقدر ان هي تعتمد على نفسها ده اللي بنقوله ان في ايده حرفه ده ملك بالظبط بصوا بقى كمان يعني اشاره الفلاحي انا بس عايزه انا منبهره بيه من الاول على جمال الوانه ده تقليديا للي ما يعرفش ده الاشاره الفلاحي بتاعنا دي الوان الريف اللي كانوا بيحبوا يلبسوا الالوان يعني الزهية. هو مازال لغايه النهارده بينزل منه الاشاره بالفلاحي وبيتلبس بنفس الطريقه مش فولكلور ده احنا ده لبسنا ده لبس المصريين يعني هو موجود هي يكون ان هم استغلوه في المنظر الجميل ده بصراحه يعني اكتر من رائع يعني وفي حاجات تانية كمان عشان نوع كانت بتتجول ورايا انا عملت شوبينج وعايزه اوريكم بقى يعني بمناسبه ان احنا داخلين على الشتاء واللي عايز يغير من شكل الهدوم يعني على اي قميص ابيض طبعا على اي لبس اي لبس عندك اي حاجه اسود اي لون اعتقد ان في منهم يا شيري اصواف وفي اقطان صح ما حقيقي هو في صيفي وفي شتوي بنقدر نستخدمه على حسب السيزون اللي احنا فيه بالظبط احنا داخلين على الشتاء فدي الوان في ناس كمان بتتحر اصلا ما تستحملش الصوف فعادي عندنا كل الحاجه استاذه نانسي لو حد حابب يشترك وحب حد عايز ينمي موهبته وعايز يضمن مصدر رزق هل في شروط معينه مثلا هو احنا لا هو احنا ولا ازاي يقدم يعني احنا عندنا 420 مركز اسر منتجه على مستوى الجمهوريه في اي مكان على مستوى الجمهوريه عايزه ان هي تتجه انا بنوجهها للمكان اللي هي تبع المحافظه بتاعتها تمام. بتنزل ان هي تتدرب بنسالها انت بتحبي ايه اكتر حاجه ممكن تكون هي مياله ليها بتجيد ايه اشغال ابره تريكو صناعه جلود هي كل حد بيبقى حابب بكله يعني مهاره في حته معينه وبيجي بفكره وبيجي مشروع مثلا وبيجي ممكن فكره ممكن يبقى جاي لي فكره مشروع ولما احنا نتكلم معاه من خلال المكان والجمعيه اللي قايمه بموضوع التدريب والمتخصصين وكده ممكن تلفت نظرها ان هي كامن جواها حاجات هي مش بتعرفها عن نفسها صح؟ فانا ببدا اقول لها لا انت ممكن تعملي كذا طب ايه رايك طب نتدرب طب نتعلم ممكن تلاقي نفسها ان هي جايه بفكر وخرجت من عندنا فكره تاني ومهاره جميل. عاليه جدا وبتطلع منتج ودورنا بيجي برضو احنا مكملين معاها ان احنا بنشركها في المعارض بتاعتنا وبنتاح لها تسويق شغلها طبعا مش بنسيبها لمجرد ان هي عملت لا احنا كمركز دوت بيكون تابع لاداره التمكين الاقتصادي ان انا دربتها ودعمتها وخليتها طلعت منتج وان هي بقت متمكنه من حاجه زي دي في نفس الوقت بقى بتبدا تروح في حته تانية برضو تبع وزاره التضامن الاجتماعي ان هي ازاي تسوق المنتج بتاعها عندنا سؤال بقى اي حد بيتفرج عندنا هي بتاخد الحاجات اللي هتبيعها شغل ايديها بعد ما دربتوها جهزتوها وبتبيع
بيخش لها كله ليها ولا بتاخدوا نسبة منها ولا لا؟ هي بتبقى نسبة بسيطة جدا جدا للمعرض اللي هي ممكن هكون بتشترك فيه تبع زي الرسوم او كده. هي مش اكتر من الرسوم، لكن المكسب شغلها ليها، حاجة بتاعتها هي بالظبط كده. حلو بالظبط كده. عايزه اقول لكم بمناسبه كلام استاذه نانسي، انا لما نزلت اتدرب انا كنت نازله اتدرب على خياطه، والحاجه تانية حاجه تانية خالص. الكروشيه شدني فبقيت نفسي فعلا في الكروشيه، فبقيت اشتغل الكروشيه مش الخياطه. احنا يعني على فكره ده مبدا عندنا في اي حاجه، حتى لما بنيجي في المشروعات الانتاجيه العينيه الخاصه بالتمكين الاقتصادي وبنقدمها في الريف المصري للسيده عشان نمكنها اقتصاديا. هي ممكن تكون سمع من حد حاجه معينه فخلاص انا هعمل ده، انا رايحه عليها، بس هي ما تعرفهاش ومش وما عندهاش اي خلفيات عندها. لما بنبدا ان احنا نتكلم معاها ونقول لها ونعرض عليها ممكن تجرب، حتى لو هي ما عندهاش. احنا بيجينا ناس كتير جدا بتقول لك انا مش عارفه حاجه بس انا عايزه اشتغل وعايزه امتهن مهنه معينه وطالبه المساعده. فاحنا كوزاره التضامن بنقول لها اهلا وسهلا بيكي، بنبدا نتكلم معاها ونشوف ايه اكتر حاجه هي ممكن تعملها، ولو لقينا ان هي ما عندهاش خبرات في حاجه خالص بنلحقها بحاجه اسمها مركز التنميه. تقعد فيه 3 شهور انمي مهاراتها على مشروع معين هي هتعمله. أوكي. احس ان هي خلاص اوكي بقت تمام فيه، ابدا ادعمها ماليا كمان. بديها دعم مادي ان هي تقدر تعمل المشروع ده وترد الفلوس بتاعته مثلا على 24 شهر بدون اي فوائد بدون اي حاجه. فانا هنا بكون مكنتها اقتصاديا، وقفت على ممكن اعمل لها دعم بعد كده. هي عملت مشروع صغير بدات تكبره، اشتغل معاها تاني وافضل متابعاها واشوف ايه ايا كان بقى نوعيه المشروعات الموجوده. احنا في الوزاره عندنا مشروعات كتيره جدا جدا جدا. فحسب ما احنا بنبقى شايفين ايه اكتر حاجه تتوافق معاها بنبدا ان احنا نشتغل معاها وندعمها. مجهود رائع وشغل تحفه أوي. يعني احنا مستمتعين واكيد الكاميرا جابت كمان اللي على الارض السجاد والسجاديات. المفرش ده الفوطه بتاعه المفرش ده لانها حقيقي اكتر من رائعه، فكان لازم اوريها لكم قبل ما نختم. لا حاجه جميله والله، كل دي افكار هدايا يا جماعه جميله. واللي عايز يجدد شويه من بيته خامات مصريه بايدين ستات جميلات مصريات مفيش احلى من كده، واغلى حاجه في الدنيا معروفه شغل الايد يعني. معلش انتصار عايزه اقول حاجه، اتفضلي. انا عندي في الجمعيه الخيريه كانت طبعا عاملين مساعدات، وزاره التضامن مع الجمعيه عامله مساعدات انسانيه للحالات اللي هي محتاجه مساعده وكده. كان دايما بقول لرئيس مجلس اداره دايما دايما ان انت تعلمني احسن ما تديني. أكيد. صح. اللي عايزه تحسن من وضعها، اللي عايزه تبدا مشروع ما تقولش اديني، تبدا من نفسها وتتعلم. الجمعيات الخيريه والوزاره موفره ده في جميع المراكز. بنشكر حضراتكم جدا والله، وكلام صميم. للاسف وقتنا خلص، بس بنشكر كل السيدات الرائعات اللي كانوا معانا النهارده. استاذه نانسي اسعد مدير عام الاداره العامه للتمكين الاقتصادي بوزاره التضامن، بنشكر استاذه انتصار بدوي واستاذه مروه عبد المجيد على شغلكم، وسلام موصول لكل السيدات الرائعات اللي بيشتغلوا في مشروعات مختلفه. دي كانت حلقتنا النهارده وكده خلصت. انا ونهى بقى نقول لكم باي باي. ميرسي. مع السلامه. We'll be right back.